لولي لشوف شو هالكرم الحاتم اللي دفع عليكم هيك على غفلان. هدول من صالح هدية وبدنا هيك همتكم بشغلة خاوت. بشغلة شو؟ الحقيقة يا أبو نادر. أيوة. صالح وعاني بورطة يعني بمشكلة وبدنا هيك ايدكم معه مثل العادة يعني. خير. صالح حبة دكانة عنده بضاعة مشان حالات الطوارئ. قال ليش؟ لحتى العالم ما تتعذب تطلع على الناحية إذا صار شي لا سمح الله. والحشرة صاير صالح عم يفكر منيح عفرمال أنا. مظبوط، بس عمي أبو نادر يعني إذا ما دازم بول الخطر خرب بيته يا شحمته والكلب على الذهن اللي صابع جد. المعنى؟ المعنى عمي أبو نادر إنه دكانته لصالح صارت معباية شغلات بتخم. بقى بدنا اياك هيك الله يرضى عليك تدق لنا زمور الخطر، شغلة هيك شي ساعة زمان شياني لحتى هالعالم تروح تتبضع. وضروري هالزراطة يعني يجيب بضاعة بتخم، يجيب شوية معلبات، ولا الناس ما شاطرة تمزمز الا وقت الاستنفار. قلت عقل، قلت عقل، بس يعني ماله غير الله وانت وهالزر اللي قدامك، شو قلت؟ ولا عم بعيونكم جايين تبرطلوني مشان دق لكم زمور الخطر. لا 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 ما برطل شوفت خطر العدة ويهنا ولا عم بعيونكم صحي شباك شباك طول بالك يا ابو نادر اذا انت حمقان ويعني هيك متضايق مشان فاتوره الكهرباء صالح صالح ادفع عنا عم الكم نقلعوا من هون احسن ما اسالك عن رخصه الباروده لا لا باروده لا خلص ما بدها ليه فهمت عليك فهمت عليك ماشي الله بالإذن بالعنب بالحنجرة حفظ سون اسمع لك حسان رغلي لنا كاسة شاي وافتح لنا صفضة الحلاوي الجايبين والشباب لحتى نتحلوا هلا أبو نادر سيدي عن جد أنت شو خسران إذا دقيتوا لزمور الخطأ لك ما خسران شي ولا بهيمة بس ما بدي اعودهم العادة بكرة كل ما خطر زمور الخطر على خاطر واحد من هون بيجي بيقول لي شغل لي هنا وبيصير المخفر على خر مري لأهل الضيعة بعدين هذا زمور الحكومة ما زمور أبو اللي خلف هون لا والله يا عمي إذا زمور الحكومة ما بيعلق معه